قطاعات الناشئين في الأندية المصرية بتدار بالعلاقات مش بالكفاءات. في مصالح كتير بتحصل فيها بعد العلاقات. الناس ما بتلعبش كرة ممكن يمسك مدير فني، وواحد لعب على مستوى عالي ما يمسكش مدير فني من داخل النادي. فلها كمان اختياراتك انت كلعيبة، طالما انت ما لعبتش كرة فأكيد اختياراتك مش هتبقى زي واحد لعب وعارف امتى اللعيب ده بيعمل باص، ان التوقيتات نفسها حتى لو اللعيب بيغلط فانت عارف ان ده لعيب كويس هتاخده. لكن اللعيب اللي الراجل اللي ما لعبش كوره ده لو اتقطعت منه الكوره اقول لك ده وحش جدا. هو في مدرب ناشئين ما لعبش كوره؟ في كتير. في قطاعات الناشئين على اساس ايه؟ العلاقات. ما لعبش كوره اصلا ولا ما لعبش على مستوى دولي مثلا او إيه مستوى منهم لعب ناشئين بس، وفي منهم ما لعبش اساسا خالص ولا دولي ولا مصري ولا حتى ممتاز به. انت